مساء الخير الرفيقات والرفاق والضيوف الكرام. تقييم لجنة الشؤون البرلماني هذه الندوة عن تجربة البرلمان لعام 1973. وتجربة البرلمان 1973 هي ليست هي المرة الأولى التي يتم تناول فيها هذه التجربة، ولكن لا زال هناك الكثير الذي يمكن تناوله لرصد هذه التجربة بصورة أكثر عمقا وأكثر موضوعية، للوقوف على الأسباب الحقيقية لتعثر التجربة الديمقراطية والبرلمانية في البحرين حتى الآن. فلم تقبل الحكومة ببرلمان 73 لأنه أقوى مما تتحمل، ولم يقبل الشعب بمجلس النواب الذي صمم بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني لأنه أضعف مما يريد ويطمح. فهل هناك من سبيل إلى تجاوز هذه الإشكالية التي يكمن فيها جذر الخلاف والاختلاف، والتي بسببها تتناسل الأزمات ويتم تدويرها عقدا بعد عقد ومرحلة بعد أخرى؟ أن تجربة برلمان 73 تحمل أهميتها التاريخية من كونها التجربة البرلمانية الأولى جاءت في مرحلة مفصلية من تاريخ البحرين الحديث، حيث حصلت البحرين على استقلالها ووضعت للتو دستورها، وكان عليها من خلال هذه التجربة أن تخطو خطوتها الأولى على طريق العملية الديمقراطية ولوضع التشريعات التي تؤسس لطبيعة نظام الحكم والمشاركة الشعبية ومستوى الحريات العامة لمرحلة الاستقلال. محدثنا في هذه الليلة خبر هذه التجربة عن قرب، فقد كان أحد أعضاء كتلة الشعب في المجلس الوطني لعام 73، وهي الكتلة التي كانت من أقوى وأنشط الكتل في المجلس إلى جانب الكتل الأخرى مثل كتلة الوسط والكتلة الدينية. خبر التجربة في صعودها بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات بوصول عدد ليس بقليل من النواب الوطنيين واليساريين، وما دار من حراك في المجلس حول الملفات والقضايا والمشاريع المطروحة على جدول أعمال المجلس، وما جرى حولها من المناورات والاصطفافات والتحالفات المعلنة والغير معلنة التي قادتها القوى والكتل المختلفة من تاريخ عمر المجلس القصير. كما خبرها في نقوصها بوعد التجربة وحل المجلس وإصدار قانون أمن الدولة الذي رفض المجلس تمريره، فكان من ضمن أوائل من طبق عليهم قانون أمن الدولة، حيث استمر اعتقاله لمدة 5 سنوات من دون محاكمة. محدثنا المستشار والمحامي الأستاذ محسن مرهون، وهو يعمل حاليا مستشار في مجلس الشورى، والذي نترك له الآن دفة الحديث ليرصد لنا تجربة برلمان 73 كما خبرها وعرفها، فليتفضل مشكورا. الأخوة والأخوات، أسعد الله مساءكم بكل خير. كنت أتمنى واقعا لو أنه يعني ملأ باقي الكراسي هذه عددا أكبر من الشبيبة التي لم تعاصر تجربة انتخابات السبعينات، وهم أحوج
إلى أن يسمعوا عنها من أولئك الذين عاصروها كما هي الغالبية الموجودة اليوم. ذلك لا يعني أصلاً أنه الموجودين لن يستفيدوا، بل أنهم سوف يفيدون أكثر، لأنهم قد عاصروا التجربة وبالتالي سوف يغنون الحوار والمماحقات في هذه الموضوع. لكن الشبيبة هي في حاجة أساسية لمعرفتها من أجل أن تربط حلقات تاريخ البحرين الوطني والنضالي. على كل بدأنا بنبذة صغيرة، مدخل صغير عن تاريخ البحرين الحديث والمعاصر حتى نصل رابطين كل حلقات تاريخنا حتى نصل إلى المرحلة التي سوف نتكلم فيها. البحرين كانت موقع صراعات كبيرة من القوى المسيطرة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص انتبهت لهذه المنطقة بريطانيا منذ بدء القرن 19، فبدأت تتدخل في شؤون الخليج تدخلا مباشرا، وجاءت بأساطيلها تحت ذريعة القضاء على حركة القرصنة التي كانت فعلا في تلك المرحلة نشطة جدا أيضا. وضمن هذه الصراعات إلى أن وضعت، يعني ركزت بريطانيا لنفسها موقع قدم كبير وشديد، يعني حتى 1892 حينما وقعت مع البحرين اتفاقية الحماية البريطانية تحت ذريعة حماية البحرين وباقي المناطق أيضا اللي وقعت معها هذه الاتفاقيات من أي تدخلات أجنبية في شؤونها، وأنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية وإنما فقط حماية البحرين من أي اعتداء خارجي. الحماية حتى يجب أن نفهمها بشكل كويس صحيح هي شكل من أشكال الاستعمار، الاستعمار المباشر كما كان موجود في الهند، كما كان موجود في عدن وفي الجنوب العربي، الانتداب، والشكل الأخير اللي احنا عانينا منه هو ما سمي الحماية. وقد أثبت التاريخ ومسار التاريخ عندنا خاصة المعاصر أنه وجود القوات البريطانية عندنا هنا لم يكن من أجل حماية البحرين من أي تدخل خارجي، وإنما أساسا كان يتدخل في الشؤون الداخلية تدخلا مباشرا رغم نكران القوات ونكران النظام هناك لهذه المسألة. وعلينا أن نتذكر تدخلهم المباشر في الشؤون الداخلية في حركة 56 و65 وكلها سنوات التي مرت علينا ونعرفها جميعا. في بداية القرن العشرين أيام الشيخ عيسى بن علي بدأت بفعل احتياج البريطانيين أيضا إلى تأسيس واقع إليهم نفسهم لخدمتهم أيضا، ومع تطور المجتمعات بدأت تتكون في البحرين أو تؤسس في البحرين نوعا من الإدارة لخلق يعني كيان لدولة أو كيان إلى إمارة ذات يعني اعتراف بها وذات وجود. وبالتالي تأسست الإدارة الحكومية بإنشاء أول بلدية للمنامة في العام 1920. في هذه في هالفترة هذه في هذا عملية التأسيس جرت أول انتخابات في البحرين التي هي كانت انتخاب البلدية،
وفي تلك الانتخابات العجيب ما تم التراجع عنه أن شاركت في تلك الانتخابات ليس فقط الرجل وإنما كان للمرأة أيضا حق الانتخاب دون حق الترشيح على ما أتذكر يعني. واستمر التاريخ بهذا الوضع. في هالفترة هذه طب هبت في البحرين عدة انتفاضات وهبات ضد الاستعمار البريطاني، منها ثورة الغواصين ومنها حركة سعد الشملان في 1938 والذين نفوا إلى الهند، حتى جاءت الهبة الكبرى في منتصف الخمسينات، خمسينات ذاك القرن، والتي تشكلت من خلال هيئة الاتحاد الوطني بتعاضد كبير وتماسك وطني إلى الشعب نفسه حول هذه الهيئة التي فرضت نفسها وكانت قوة ذات أوامر وكانت قوة ذات سلطة إلى درجة أنه اعتبرها البعض أنها دولة داخل الدولة التي كانت بقيادة زعماء ذاك الوقت الوطنيين عبد العزيز الشملان وعبد الرحمن الباكر والكثير من الوطنيين في هذا المجال. هالفترة هذه أثبتت فعلا أنه شعب البحرين شعب متماسك لم يكن متأثرا بأي تشطير أو أي نوازع طائفية، لا يعني ذلك أن الشعب كان خالي خلوا تاما من هذه النوازع، فالنوازع هذه المذهبية لها تأثير أيضا في وجدان الناس، لكنه لم يكن له لها تأثير على تماسك الحركة الوطنية. بعد الحرب العالمية الثانية وانحسار حركة الاستعمارات المباشرة ويعني تكونها بأنها أصبحت مكلفة إلى الدول المستعمرة، مع الهبة الكبرى هبة النهضة في حركة التحرر الوطني في الهند وفي الجنوب وفي كل بلدان المستعمرة، وحلول أيضا النمط الجديد للاستعمار، النمط الأمريكي، نمط الاستعمار الاقتصادي دون الاستعمار المباشر. رأت بريطانيا في تلك المرحلة أنها من الأجدى لها أن تنسحب من شرق السويس، قناة السويس، حيث أن هذا الاستعمار مباشر الواقع على بلدان الخليج والواقع على مصر والواقع على دول الشرق الأوسط أصبح مكلفا بالنسبة لها. من عرض ذلك أيضا كان شنو؟ كان الانسحاب من منطقة الخليج، من بينها أيضا البحرين. فجاء قرار بريطانيا الانسحاب من البحرين في موعد حددته بديسمبر 1971، علما بأن قبل ذلك طبعا قامت انتفاضة وهبة كبيرة في البحرين في العام 1965. بهذه الحركة أيضا رسخت القناعة بضرورة الانسحاب والعمل ضمن أنشطة استعمارية حريرية مخفية وليست ضمن الاستعمار المباشر بالقوات. وبالتالي يعني ما انحل 14 أغسطس 1971 حتى تم إعلان استقلال البحرين وإنهاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات السياسية والعسكرية التي تنظم العلاقة بين البحرين وبريطانيا، وبالتالي انتهت اتفاقيات الحماية الموقعة مع البحرين وأعلنت البحرين دولة وليست إمارة مستقلة ذات كيان ليس لأحد عليها أي هيمنة.
وبناء على ذلك جاء التفكير في هذا الكيان لهذه الدولة الحديثة، كيف سوف تسير هذه الدولة وإلى ما تذهب. فأعلنت الدولة وتحولت، يعني تحول مجلس الدولة الذي سبق أن شكل من أول بمجلس دولة يرأس سمو رئيس الوزراء الحالي ومدراء للإدارات الموجودة، تحولت كلها، أعلن تحويلها إلى وزارات، فأصبحت وزارة يعني أصبحت وزارة الدولة، وأصبح الرئيس وزراء والمدراء اللي كانوا مدراء أصبحوا أيضا وزراء. تقدمت بحرين في هذه الفترة كأي دولة مستقلة لعضوية جامعة الدول العربية باعتبارها من الدول العربية، وتقدمت أيضا بطلب عضوية في الأمم المتحدة باعتبارها جزء من الكيان الدولي الموجود. وتم التفكير في هالفترة أن تكون لهذه الدولة أيضا حتى تكتمل عناصرها الصحيحة أن يكون لديها دستور، وأن تخطط الخط الديمقراطي. وبالتالي صدر المرسوم في 1972 بإنشاء مجلس تأسيسي بالانتخاب الحر المباشر لإقرار دستور البحرين، والذي جاء ضمن المرسوم هذا أن يتألف من 22 عضوا منتخبا انتخابا حرا مباشرا، وعدد لا يزيد على 12 أعضاء معينين، ويكون وزراء أعضاء بحكم مناصبهم في هذا المجلس. جاءت في هالمرحلة هذه إشكالية التنظيمات السياسية الموجودة والتي كانت تعمل بطبيعة الحال يعني تحت الطاولة بشكل سري، وعلى وجه الخصوص جبهة التحرير الوطنية وجبهة الشعبية. وانطرح لديهم أن تشكيل مجلس التأسيسي هذا تشكيلا غير ديمقراطيا وغير مكتمل، وبالتالي انطرحت إشكالية مشاركة في هذه الانتخابات أم المقاطعة. اتفق الجمعيتين هذول إلى أن يدعو لمقاطعة الانتخابات، انتخابات المجلس التأسيسي، وأعلنوا المقاطعة. وأثبتت في الأخير التجربة أن دعوة مقاطعة لم تكن في تلك الفترة دعوة حكيمة، خاصة وأن الناس كانت متلهفة على أن تؤسس لنفسها كيان ذو نوافذ، ذو أبواب شوية في بعض ما الديمقراطية، وأن تجرب أيضا صناديق الانتخاب وتشارك فيها. وبالتالي رغم الأصوات التي ارتفعت في الأخير أن المقاطعة نجحت وما نجحت، لكن واقعا المقاطعة لم تنجح، وأن غالبية الناس ذهبوا إلى صناديق الانتخاب ومارسوا حقهم في الانتخاب. وبالتالي فإن ما شكل فيما بعد وعرف بجماعة الوسط، وما عرف فيما بعد في المجلس الوطني بجماعة التكتل الديني، شاركوا جميعا في الترشيح لهذه الانتخابات، وفات على جبهة التحرير وأعضائها، وفات على الجبهة الشعبية مسألة أن ترشح لنفسها عناصر في هذا المجلس. فحينما تأسس المجلس خلا من هذه العناصر. جاء نقاش الدستور
الذي طرحت الحكومة مشروعه، ونوقش نقاشا يعني مستفيضا فعلا، وقد أثرت في اتجاه العناصر الوطنية اللي كانت موجودة، وكان هناك عناصر موجودة، عناصر من أيام هيئة الاتحاد الوطني كان في موجودين، كان في عناصر أيضا يعني خاصة لما هيئة الاتحاد الوطني على رأسهم كان المناضل الكبير المرحوم عبد العزيز الشملان كان موجود فيه، كان في إبراهيم العريض، فكان في يعني عناصر متنورة على الأقل، وكان في ساهمة في أيضا التكتل الديني الذي كان يرأسه شيخ عيسى قاسم. في الواقع منذ ذاك الوقت في نقاش تأسيس الدستور أفصح التكتل الديني عن وجهه الذي كان يجب الانتباه إليه منذ البدء، إذ أنه حينما نوقش في هذا الموضوع حق المرأة في الانتخاب والترشيح وقف التكتل الديني على رأس عيسى قاسم ضد هذه المسألة، واستدبح من أجل ألا تكون للمرأة هذه الحقوق بحجة أن المرأة قاصر شرعا ولا يجوز لها أن تكون وكيلا، وأن من يرشح نفسه وذاك يصبح وكيلا عن المجتمع وهي غير مؤهلة للوكالة المرأة شرعا. ووصل إلى درجة أن عيسى قاسم في الأخير انسحب من نقاش هذا الموضوع من أجل إرضاء ضميره كما قيل، وبالتالي جاء في الأخير الدستور في وضع عائم بالنسبة إلى حقوق المرأة في هذه المسألة، إذ لم ينص على أن الانتخاب لكل مواطن رجل وامرأة، وإنما المواطن لحق للمواطنين حق الانتخاب والترشيح دون ذكر التأكيد هذا، وترك هذا التأكيد لقانون الانتخاب. وحينما نوقش في تاريخ قانون الانتخاب في هذه المسألة حرمت المرأة من حق الانتخاب والترشيح، وذلك أنا طرحت أنه من ذاك الوقت اتجاه الديني قد أفصح عن وجهه في هذه المسألة. ولكن مع ذلك في نهاية الأمر جاء النص الدستوري نصا معقولا بالإمكان الاستفادة من استفادة كبيرة. ما بعد ما هي مستعجل بقى متملل. المهم بعد إقرار الدستور في 11 يونيو 1972 صدر مرسوم بشأن انتخاب المجلس الوطني ودعوة الناخبين للانتخاب في يوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 1973. في هالمرحلة هذه أيضا طرحت إشكالية المقاطعة أو المشاركة من قبل الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الوطنية. جبهة الشعبية طرحت أنه هذا الدستور غير مؤهل لإرساء مجتمع ديمقراطي صحيح، لكن جبهة التحرير وجدت أنه النص الدستوري الذي نتج
عن مجلس التأسيسي كان نصا معقولا وجيدا بالإمكان الاستفادة منه. وبالتالي منذ ذاك الوقت بدأ الخلاف بين الشعبية والتحرير على موضوع الترشيح أو عدم الترشيح. جبهة التحرير قررت دخول الانتخابات والمشاركة فيها، الجبهة الشعبية قررت المقاطعة. التجربة أثبتت من أيام مجلس التأسيسي أن المقاطعة لن تكون ناجحة أصلا، وأي تفكير صحيح حينما يتخذ مجتمع معين لمقاطعة انتخابات معينة عليه أن يدرس مزاج الناس ومزاج الشعب. المقاطعة إذا لم تنجح شعبيا معناته أن الطرح كان فاشل من البداية. وهذه المسألة استفادت منها جبهة التحرير من تجربة المجلس التأسيسي. يبدو أن أخواننا في الجبهة الشعبية لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه التجربة وقرروا المقاطعة. جبهة التحرير قررت المشاركة، وعلى إثر ذلك بدأت ترسي أساس لدخول هذه الانتخابات، وأهم أساس أرسته هو تشكيل كتلة الشعب من جماعات وطنية. الجيد في هذا القرار أن الجبهة التحرير لم تعمل على استحواذ الوجوه التي سوف تشارك، فجاءت يعني كتلة الشعب مكونة من عناصر من جبهة التحرير، عناصر ذات ميول بعثية، عناصر ذات علاقات بالناصرية وحركة القومية العرب. كل هالعناصر هذه كانوا جزء من كتلة الشعب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هالكتلة هي الوحيدة التي أعدت برنامج عمل مستقبلي تعد الناخبين بالعمل من أجل تحقيقه إذا ما فازت في الانتخابات. أي الكتل الأخرى لم تكن معينة أصلا ككتل، ولم يكن لديها برنامج، وإنما نزلوا كلهم كأشخاص، بعضهم يتمازج مع بعضه، لكن لم يكونوا كتلا ذات صفة رسمية، ولم تكن لديهم أي برامج. وبفعل البرنامج الذي وضع والذي يعني للحقيقة تقال حتى لا ننسى أنه صياغة الأساسية قد عمل على صياغته الرفيق المرحوم علي دويغر، والذي نوقش نقاشا مستفيضا من أعضاء التكتل حتى أقر هذا البرنامج، وطبع البرنامج لكل مرشح باسمه، لكن النص نص واحد مشترك، وبدأ توزيعه وبدأت الندوات لاستعدادا للمعركة الانتخابية ولنشر هذا البرنامج نفسه. وكان عيد لدى الناس، كانت الحياة تزهو، وكان آمال أنها سوف تستمر. الندوات كانت تمتلئ امتلاء كامل، ويقفون الناس في الشوارع ليسمعوها، في النوادي التي لعبت دور كبير وإيجابي في دفع العملية الانتخابية بشكل جيد. وفعلا ثبت أن الناس فعلا يعني يهفون ويتلهفون على مسألة من هذا النوع، ويريدون أن يكون لهم صوتا مرتفعا. ونزلنا الانتخابات، كتلة الشعب رشحت ما يعادل 14 مرشحا، من هذه الكتلة 14 فاز 8 أعضاء. عدد أعضاء المجلس الوطني ذاك الوقت يجب أن يكون 30 عضوا، والوزراء بحكم وزراء. من هالثلاثين إذا حسبنا أن 8 قد نجحوا من كتلة الشعب،
ذلك يعتبر نسبة كبيرة جدا، خاصة وأن من رشحوا أنفسهم لم يكونوا لا شخصيات كبيرة ولم يكونوا معروفين. حتى أنني حينما سئلت ها كيف نجحتم، قلت لي ما نجحنا، إحنا نجح البرنامج. الذي نجح البرنامج الذي قنع الناس هم بهؤلاء المرشحين، هم لأنهم حملت هذا البرنامج الذي قنعهم أن هذول المرشحين هم المرشحين الجادين الذين يريدون أن يعملوا ها من أجلهم. وبالتالي يعني لو أخذنا مجرد مثل أنا ولم تكن هناك تلك النوازع الطائفية، أنا في الأخير دخلت في منطقة القضيبية، تكتلاتها كلها، تكتلها تعادلاتها الشعبية كلها غالبيتها سنية، وأنا شيعي ومع ذلك أنا رجعت فيها، وسقطت أمامي رؤوس كبيرة معروفة من بينها الله يرحمه محمود المردي، وهو صاحب جريدة وصاحب رأي ومعروف لدى الناس، ومع ذلك ها سقط ها أمامي ها. ذلك يعطي مؤشرات كبيرة كيف كانت الروح الوطنية وكيف كان الوعي الشعبي لدى الناس في تلك المرحلة. اجتمع المجلس الوطني بداية من 16 ديسمبر 1973، وجاء أول بند للنقاش فيها في المجلس، وهو لائحة داخلية التي سوف بالأخير تحكم أصول وأساليب العمل داخل المجلس، النقاش ومشاريع القوانين وإقرار هذه القوانين إلى آخره. وأخذ هذا النقاش فترات طويلة، ولا ننسى هنا أنها تجربة وليدة وحديثة لم تكن قد مرت على الناس وحتى على النواب حتى بوعيهم. داخل مجلس التكتلات بدأت تتضح كتلة تكتل الشعب التي سميت دائما باليسار، وهي لم تكن ذاك اليسار على كل كتلة الوسط، والذي تشكلت أساسا من جماعات ذات علاقة بالبعث والمستقلين الذين كان بينهم أيضا بعض قومي العرب ورجالات وطنية جيدة جدا من أيام حركة الاتحاد الوطني. هذه الرجالات يعني وهذه التكتلات خلقت داخل المجلس قوة وطنية مخلصة فعلا وتريد أن تعمل من أجل الوطن، وصدقت أن هذا سوف يكون الإرساء الأساسي للحياة الديمقراطية في البحرين. كان ودي أنا في الواقع لو أن الإعلان عن هذه الندوة كان التجربة البرلمانية، لأن في الواقع اللي مر علينا في الأخير لم يعد لم يكن أكثر من تجربة، وحتى الحكومة والصحافة كانت تسميها ذاك الوقت التجربة البرلمانية، لم تسميها قط الحياة البرلمانية، كانت تسميها التجربة البرلمانية. في هالفترة هذه بالذات جاءت أول طفرة نفط، ومداخل الدولة تضخمت، وهذا التضخم يبدو أنه لا أعلم ولا أستطيع أن أجزم إن كان قد استغل أم أنه قد أعمى العيون، لأن الحكومة صحيح وضعت برنامج في الأخير وبرنامج جيد للبنية التحتية، ذاك الوقت احنا لم نراه اصلا، لكن جاءت الحكومة
ورفعت رواتب موظفي الحكومة مرة واحدة ل 100%، 150%، 50%، شيء مهول زيادة الرواتب للموظفين. الموظفين حينذاك كان عددهم مجموعهم الحكومة 17,000 موظف. نحن في تكتل الشعب اعترضنا على هذه الزيادات، واتهمنا أننا إذ ندعي أننا المدافعين عن حقوق العمال والمستخدمين وإلى آخره، كيف نعترض على هذه الزيادات؟ ونحن اعترضنا من عدة أبواب، الحمد لله كنا واعين لها، أن هذه الزيادة سوف تذهب أولا لاستهلاك زايد، ثانيا سوف تخلق انفليشن وغلاء معيشة كبير، ثالثا يجب أن تستثمر لاستكمال بنية التحتية للبلد. هذه الدواعي اللي خلتنا نعترض على هذه المسألة، وكانت رؤيتنا رؤية صحيحة، لأن حالا ارتفعت الأسعار ارتفاع مهول، بحيث أنه سلة استهلاك الموظف نفسه الذي حصل زيادة، إذا كان سلة استهلاكه في هذا الحجم فهي لم تتغير كثيرا بسبب الزيادة، لأن الزيادة هذه أكلتها غلاء المعيشة، زادت قليلا. أما مستخدمي القطاع الخاص في الشركات فقد تأثروا كثيرا بسبب هذا الغلاء، وسلة استهلاكهم التي كانت بهذا الحجم تخلصت إلى هذا الحجم، صار من الضروري موازنة أيضا أجورهم مع هذه الانفليشن الموجود. الشركات لا تعطي هذه الزيادات ولن تقبل أن تعطيها، وليس هناك قانون يلزم هذه الشركات أن تعادل وتوازي هذه الأجور. وبالتالي بدأت الشركات هذه، الموظفين مستخدمي الشركات، بإضرابات مطالبة لتعديل أوضاعها المعيشية بهذه الطريقة. هذا الذي اتهمت كتلة الشعب واتهمنا فيه احنا أننا كنا محرضين لهذه الإضرابات، نحن لم نكن محرضين لها. المحرض لها الأساسي هي ضنك الحياة اللي صار يعيشونها مستخدمي عمال الشركات الخاصة، والتي ألزمتهم وأجبرت هؤلاء العمال لأن يطالبوا بتعديل أوضاعهم المعيشية، وحينما لم تستجب الشركات بدأوا بهذه الإضرابات وبدأوا بالخروج بمظاهرات. وبالعكس كنا نحن الذين نلعب الدور الأساسي في التصدي لمشاريع هذه المظاهرات، ونذهب لهم ونحاول إقناعهم أنه يا جماعة خففوا شوية، ترى المسألة خطيرة، وكنا نعي لهذه الخطورة، وكنا نجلس معهم جلسات مطولة لإقناعهم للتراجع عن مظاهرة مثلا كانوا ينظمونها. ومن ثم فيما بعد انطرحت مسألة لجان التحكيم بعد أن يذهبوا إلى وزارة العمل، وكنا نحن من يتصدى في محكمة استئناف العليا باعتبارها هيئة تحكيم بين العمال وبين الشركات، كنا نحن من كنا نتصدى لهذه المسألة لوضع حلول وسط بين الشركات وبين العمال، ونحاول أن نهيئ المسألة. إذا تقرون صحافة ذاك الوقت بتشوفون كلها تقول شنو، أنه نحن كنا نحرض العمال على الإضراب، نحرض العمال على المظاهرات إلى آخره. ما في حد غيرنا راح للعمال وقال لهم لا تطلعوا المظاهرات، من فضلكم نرجوكم حافظوا على التجربة، احنا اللي كنا نروح، وما حد غيرنا تصدى في محاكم الاستئناف وبحثوا في الصحافة، الا احنا اللي كنا نروح نمثل عمال ونحاول ان نضع حلول وسط بين العمال وبين الشركات، بحيث ان يحصلون زيادات معقولة لكن مو بتلك النسب التي يطالب فيها العمال.
استغلالا واستثمارا لهذا الوضع الموجود. وعلى ما يبدو لي أنا أن المسألة قد تكون مبيتة باعتبار أنه لم تعد هناك حاجة لديمقراطية ومؤسسات والحشي هذا بيزات عندنا وسوف نبني وإلى آخره، ونطرح موضوع خاصة برنامج بناء 5000 وحدة سكنية، ونطرح موضوع الحوض الجاف، ونطرح موضوع سحب الألمنيوم، وإلى كلها مشاريع الطفلة النفطية والوفرة المالية تسمح بقيامها، وتسمح بقيامها تسمح أيضا بالتهدئة. فلذلك يعني هناك شكوك أن المسألة أصبحت مبيتة فعلا. وإذ على ضوء ذلك في 22 أكتوبر 1974، قبل يوم واحد من انعقاد دور الانعقاد الثاني، صدر مرسوم تدابير أمن الدولة الذي شكل الأزمة البرلمانية. مرسوم تدابير أمن الدولة على ماذا ينص؟ مرسوم تدابير أمن الدولة ينص على أنه يحق للحاكم لمجرد دلائل أنه ينشط أو يحرض أو إلى آخره أو يتكلم بما يضر أمن الدولة، يحق للحاكم الأمر باعتقاله دون محاكمة، ويؤخذ إلى الاعتقال، وله حق بعد 3 أشهر أن يتظلم على هذا الاعتقال، فإن لم يتظلم على الأمن هنا أن يتقدم بطلب تجديد توقيفه، ثم تستمر هذه العملية كل 6 أشهر على ألا يكون الاعتقال هذا يتجاوز 3 سنوات حتما، يفترض أن يطلق سراحه. والاعتقالات فيما بعد استمرت مو 3 سنوات وإنما 5 سنوات و7 سنوات والأكثر. وبالتالي يعني حتى من أصدر مرسوم تدابير أمن الدولة بدأ هو نفسه يتجاوزه ويخترقه. جاءت المسألة البرلمانية بهذا الشأن وصارت الحيرة فيه لنقاشه. يلامون النواب أنهم لم يناقشوا، لكنهم حاولوا قدر الإمكان أن يناقشوا. الحكومة ما الذي العمل اللي قامت به؟ أصبحت لا تحضر الجلسات، والواقع أنه عدم حضور هالجلسات اعتبر أنه إعاقة لمناقشة مرسوم تدابير أمن الدولة. الحكومة استطاعت في البداية أن تقنع التكتل الديني أن يقف ويصوت مع مرسوم تدابير الدولة باعتبار أنه سوف يكون هذا القانون موجها للشيوعيين، واقتنعوا الدينيين على ذلك وأخذوا توقيعاتهم بالموافقة عليهم دون أن ينتبهوا أن هذا المرسوم بإمكانه أن يستعمل ضدهم هم أيضا. وفي ذاك الوقت كانوا هم نفسهم يشكلون تنظيمهم الذي تمخض في الأخير عن أحرار من أحرار وإلى آخره. انطرح موضوع الوقف الذري، وكان اتجاهنا لإنهاء هذا الوقف، لأن هذا الوقف قد يعني قتل ناس كثيرين لا يستطيعون أن يتصرفوا في عقاراتهم، ووقف التكتل الديني ضد مشروع قانون الوقف الذري. من واقع أن الوقف الذري مسألة دينية لابد من يعني لا يجوز المس بها، وبدأت مساومة
بيننا وبينهم انه احنا مستعدين ان نقف ضد الوقف الذري اللي انتم تقفون ضده على ان تقفوا ضد امن الدوله. وهم في ذاك الوقت ايضا رازوا المساله وعرفوا انه بالامكان يستعمل ضدهم، فصاروا يميلون الى ان يصوتوا ضده. وهنا ارتبكت الحكومه لانها كانت تعتقد انهم سوف يقفون معها، فقل العدد الذي يجيز إقرار أمن الدولة الذي يفترض حينما يصدر مرسوم من هالنوع أن يناقش المجلس ويصوت عليه حالا مع بداية أي انعقاد، إذا كان الانعقاد مو موجود أو إذا كان المجلس منحل. وبالتالي صارت الحكومة ماجي لا تحضر الجلسات. والواقع إذا نقراها إحنا نشوفها مسألة خلافية، هل كان يحق للمجلس أن ينعقد ويصوت مع غياب الحكومة أم لا؟ الانطباع اللي كان راسخ عند الجميع أنه لا يجوز مناقشة أي شيء إلا أن يكون على الأقل ممثل للحكومة. النمط اللي تتبعه كانت الكويت، وهذا الانطباع هو الذي عطل التصويت على مرسوم تدابير الدولة برفضه، وكانت الجميع ده. وأخذت الحكومة تماطل في هذه المسألة إلى أن انتهى دور الانعقاد الثاني الذي صدر خلاله مرسوم تدابير الدولة. وإذا في هالفترة هذه في الغياب في 25 أغسطس 1975 صار مرسوم حل المجلس الوطني وأجهضت التجربة. حل المجلس الوطني هذا بأي حق دستوري جاء؟ الدستور يحتوي على مادة التي هي المادة 65 والتي تنص أنه إذا اختلفت الحكومة مع مجلس النواب في أمر ما وما استطاعوا يحلونه يحق للأمير بمرسوم أن يحل المجلس الوطني. شرط موضوع شروط في هذه المادة. الشرط الأساسي أولا أنه لا يحق للأمير أن يحل مجلس الوطني مرة ثانية لذات الأسباب، وهو لم يحل مرة ثانية لأنه حل مرة واحدة. المسألة الثانية أنه حينما يحل حتما يجب أن تكون أنت تنظم انتخابات جديدة لمجلس وطني جديد، وهذه الانتخابات فإن لم تجد انتخابات هذه في هذا الموعد يعتبر المجلس قائم وينعقد وله أن يناقش. لكن جاءت إشكالية أنه في هذا المرسوم جمدت المادة 65 التي تنص على هذا. نعم، بالمرسوم نفسه ها جمدت هذه فعالية الدستور. سؤالين ينطرحون، هل يحق بمرسوم أن توقف الدستور وتجاوز المادة؟ المادة 65 هذه إذا جمدت، أولا إذا جمدت وهي هي نفسها التي حلت حل بموجبها المجلس الوطني، معناته أن الحل أيضا ها مو صحيح لأن المادة جمدت. هذه واحدة. الشيء الثاني أيضا أنه تجميد هذه المادة معناته تجميد الدستور كله، لأنها تنص على المجلس الوطني، والمجلس الوطني نفسه اقرأ الدستور كله يتكلم عن المجلس الوطني، فمعناته أن الدستور كله وقف. وحين ذاك يعني بدأت الأزمة وصارت الاعتقالات وسكت وصمت على الموضوع هذا. آمن يعني أعتقد أن كنت تجاوزت الحدود، لكني آمن يعني أنه يعني كما ترون. خلصت، مشكورين. أكو شوف تونا 9:15.
أكلت شبدي من الخمس دقائق. إيش دهراني؟ نشكر الأستاذ والرفيق محسن مهرون على هذه الاستعراض ورصد هاي التجربة البرلمانية عن قرب. ونفتح الحين باب الأسئلة والمداخلات. فاللي عنده أسئلة ومداخلات ممكن تفضل يعني. أستاذ محمد أول واحد. محمد. شكرا للرفيق محسن مهرون. استطاع أن يوفي في تحليله بما جرى حقيقة المجلس، لأنه لديه في جعبته الكثير لم يستطع أن يجهز قدر الوقت. في جعبته كثير لكن لم يستطع. لم يستطع أن يكون أكثر من مطلوب. فالتجربة دقيقة، ما زلنا في حاجة إلى دراستها واستخلاص الدروس والإمكانية الاستفادة منها انتخابات قادمة رغم تغير بعض الظروف الدقيقة. وهناك ظروف جديدة حلت نظرا لتغير المواقف الداخلية والخارجية من العربية والدولية، ولكنها كلها تصب في خدمة الشعب نظرا لأهمية الانتخابات. ولم تستطع الحكومة حتى الآن التهرب من هذا المشروع، فهي تلف وتدور وتحاول أن تحصل على حلول ثانية لكي تشق طريق. ولكن طريق الانتخابات ما زال هو المشروع الأمثل للمسيرة. شكرا للرفيق محسن. يعني السرد اللي تفضل به الرفيق له سرد ممتاز وقال عن كل شيء، بس في نقطة يعني انت يعني قلت ان الكتلة الدينية قايضتونهم يعني ان ما بين هذا وهذا، يعني لا، هو انا يعني اعتبر ان الهبة الجماهيرية اللي صارت وعلى النواب الإسلاميين ورحلة بيوتهم وعقدت ندوات، حتى أتذكر الندوة اللي عقدت في باربار في مسجد الشيخ علي بن حماد وحضرها عيسى قاسم وجمع غفير من القرية، وهي مثبت في كتاب على ربيع بعد كتبه بعده، يعني إن لما أنا قمت وناقشت عن ال عنهم بوقعون على قانون أمن الدولة، فقلت لي شلون بتوقعون على قانون ضد الناس هذا يعني؟ قال هذا لا يخاف منه إلا الخفافيش الذين يعملون في الظلام وهم الشيوعيين. يعني قلت لي يا شيخ، هو القانون لما يصدر ما بيستثني لا شيوعي ولا إسلامي، ولما يصدر بيصيد كل الناس يعني، وأنت من ضمنهم يعني بيطبق عليك يعني، ليش أنت دون الناس يعني؟ هذا قانون يعني. فهبت الجماهير، هذه الهبة الجماهيرية هي اللي أسقطت مشروعهم يعني. شكرا. أشكر الرفيق والصديق أستاذ محسن مرهون. أشكر الرفيق والصديق الأستاذ محسن مرهون على هذه الورقة القيمة والذي استطاع أن يركزها يعني في ظرف أقل من ساعة، يمكن أنا ما أبي أظلمه يعني، يمكن حتى ساعة على الأقصى، لأن أنا أحسب مو وقت، ممكن تكلمت للرفيق خليل قبل شوي، أنا ما أحسب وقت المحاضرة المكتوب الثامنة، أحسب وقت اللي يبدأ فيه التكلم، فهو تقريبا بالضبط ساعة 60 دقيقة. ويعني سبحان الله ما يسهو يعني بالنسبة للرفيق فيصل. أنا عندي بس 3 أسئلة ويمكن بعض النقاط أو شبه المداخلة. يعني بالنسبة إلى المجلس التأسيسي
أنا شخصيا يعني كتبت عنه وأتقدم بالشكر إلى الرفيق محسن مرهون يعني بتخطئة عدم المشاركة في المجلس التأسيسي. يمكن كتبت عنه أنا أكثر من مقال، حتى بعض الرفاق يمكن عابوا على التخطئة، لكن هذه خطأ وقع فيه كلا التيارين اليساريين، تحرير والشعبية. بالنسبة إلى مقاطعة الشعبية في 73، أنا أعتقد شخصيا لكي لا نظلمهم ظلما كبيرا، وأنا ناقشت يعني صراحة في الخارج قبل يمكن عودة التجربة البرلمانية الجديدة يمكن بسنة وسنتين مع بعض رفاقهم، فهمت منه تماما أنها هي تتعلق بإشكالية ارتباط امتداداتهم مع ظفار مع عمان مع الجبهة الشعبية، بدليل أن البيان المشترك ولو كانوا هم يعني كان ما طلعوا بيان مشترك ضد الحل، صحيح يمكن نفس البيان ما عرفه بهجمة أغسطس، ولو أعتقد لو مثل ما تفضل الأستاذ محسن ما يعني شو اسمه جمدوا دي المادة واستمرت إلى انتخابات عقبها بسنتين وثلاث، 1000% راح تشارك جبهة الشعبية. وبعدين قضايا الحل ممكن ترتبط بالبعد الأقليمي، يعني في قوى أقليمية، وأنا ممكن ألاحظ بعد ممكن يا ريت لو أستاذ محسن تناولها قضية أن التجربة أيضا شبابية من الجهتين، جهة الحكومة وجهة النواب. يمكن أقصى نائب يمكن يصلح لي أستاذ محسن ما يوصل حتى 40 أتوقع، يعني الأكبر نائب إذا عندكم أكبر من 40 فصحح لي، يعني نائب ووزير، لا نائب وصل 40 ولا وزير وصل 40 في تقديري ذاك الوقت. نعم إذا واحد اثنين بعد الحمد لله. وبالمناسبة يعني على برنامج كتلة الشعب، أنا في تقديري أنا قرأت البرنامجين، برنامج جبهة التحرير في 1962 وبرنامج كتلة الشعب جزء كبير، خاصة الصياغة كانت أعتقد لشخص واحد، يعني هو برنامج أيضا جبهة التحرير. السؤال اللي أنا بغيت أطرحه أو عدة أسئلة، يعني ما هو أثر غياب القوى الوطنية عن المجلس التأسيسي على الدستور، خاصة الدستور متقدم كان، وما هو أثر غياب الجبهة الشعبية عن المجلس الوطني؟ هل كانت الكتلة توصل إلى 20 مثلا؟ أنت قلت مثلا أستاذ أن كتلة الشعب نزلت ب 14 نائب، أنا أتوقع أقول ب 14 مرشح، أنا في تقدير يمكن 12 إذا مو 12 إيه. وفوز 8 مش بسيط أبدا، يعني الثلثين، هذه نادرا حصلت في أي ترشيحات يسارية في العالم العربي. وبالمناسبة بعد يا ريتك أستاذ أن تسلط الضوء على عزل رفيقنا الله يذكره بالخير عبد الهادي خلف، ولانا يعني هذه جيد، وأيضا تذكر لنا كم رفعوا نسبة الرواتب في الطفرة النفطية، وتذكر لنا أخيرا عشان لا أطول كم نسبة المشاركة الانتخابية مقارنة المشاركة الانتخابية بعد استئناف التجربة. وأتفق مع أستاذي الفاضل محمد حسين نصر الله، لو كان تناولت يمكن على السريع آفاق وصول لتجربة أو دستور مثل هذا الدستور، لأن الآن الكل شكل ما تقول يتباكى حتى عليه لو على نص من ريحته. وشكرا. بالنسبة إلى الطعن على الدكتور عبد الهادي خلف، في الواقع أنا كان هذه المسألة واردة عندي وموجودة، يعني حتى يوم كده أطالع الكاتات اللي عندي بتشوف فيها موجودة، غابت عني أثناء النقاش
دهدهني فيصل. هو فعلا يعني الصحيح انه الحكومة يعني تفاجأت بقدرة القوى الوطنية حين ذاك، وأرادت عمليات التقليص نفسها، وكان على رأس عمليات التقليص هذه فعلا أن أوعز لبعض النواب أن يطعنوا على سن الدكتور عبد الهادي خلف بالنسبة إلى يعني حقيته في الترشيح وأن يصبح نائبا أم لا، باعتبار أن الشرط الأساسي يجب أن يكون عمره لا يقل عن 30 سنة، وهو أيضا طرح أن عمره 30 سنة وقت أن رشح ووقت أن فاز كان عمره 30 سنة. أنا دخلت يا الدكتور عبد الهادي خلف للدفاع ضد هذا الطعن المقدم من الماحوزي، واستطعنا أن نثبت أن عمره كان في 30 فعلا من خلال جبنا السجلات مع المدارس مع المدرسة كاملة، وجبنا شاهد مدير المدرسة بالأوراق هذه اللي هو الأستاذ عبد علي، خسبة جبنا شوية جدة حج أحمد لما جبناه حتى يشهد على هالمسألة، جه طلبوا منا أن يحلف، قال أنا ما أحلف لا على الصح ولا على خطأ، بل حجة هذه رفضت المحكمة أن تسمع شهادته، علما بأنه كان هناك في مجال أن يؤخذ من عنده تصريح أن يقول الحقيقة، ولذا يتعرض إلى مساءلة قانونية إجرام يعني، لكن المحكمة حالا قالت تزوج خلاص ما تحلف اطلع لا، وأخذت هذه المسألة طبعا، واضح المسألة ها فبركة ها هذا أقول لك فبركة بعد يحطون رحيل بعد الزيادة ايه فيعني انتهت عضويته وحل محل من يعني من تبع بالأصوات اللي هو حسن الخياط. عبد الهادي خلف ذاك الوقت حصل أرفع الأصوات في الانتخابات، يعني ما حصل أصوات أرفع منه في كل المرشحين، وفعلا ويعني المسألة بالنسبة إذا كانت ذاك الوقت تخوف إنه حصل هالأصوات هذه كلها، يعني حتى يعني الحسن الجشي بعد ما حصل قده وكان معه يعني وفاز، ولا عيسى قاسم حصل بعد قده نعم حصل قده ما أعتقد، لا أعتقد عيسى قاسم حصل 800 أو كذا صوت هو أكثر له إيه عيسى قاسم أكثر يمكن بعد أقول عمامة بس بعد عن شنو السؤال ما أدري بقول كيف ما أذكرها صحيح نسبة المشاركة، لكن أنا أعرف إنه المشاركة في انتخابات المجلس الوطني كانت مشاركة كبيرة جدا. واحدة مسألة أبغى أكد عليها إنه الانتخابات الصحيح فعلا كانت نزيهة، وأن الحكومة بعد وقفت موقف نزيه في الانتخابات هذه للحقيقة تقال، يعني مو كهو يقول حب يقول أفلون كان موقفها موقف أيضا نزيه من الانتخابات هذه، وإحنا كنا نحضر بوكلائنا وبأنفسنا أيضا لمراقبة فرز الأصوات، الكل كان يحضر وكانت فعلا نزيهة وكنا نحسبها صوت صوت. أستاذ فاضل رفيق فاضل، في البداية الشكر إلى الرفيق محسن مرهون أبو زوية على هذا السرد الجميل، رجعنا إلى أيام ما كنا أطفال 73، يعني شاركنا هنا في تلصيق الأسبوع أطفال كنا، فكان بالفعل أجواء تحسها
من القوة الديمقراطية وتحديدا يعني جبهة التحرير والشبيبة كانت بالفعل دور فعال، يعني لاحظنا هذا الشيء من خلال العمل يعني النشيط والدؤوب، يعني رغم ان مثل ما ذكر الرفيق ابو زوية قوة الاشخاص المشاركين في الانتخابات، يعني مثلا في المنامة كانت الشخصيات اللي نازلة جدا ثقيلة، يعني شخصيات تجارية ومن عوائل معروفة وسقطوا، فهذا يأتي إلى الدور الفعال، يعني بالإضافة إلى ما ذكر الرفيق أبو زوية البرنامج، ولكن أنا أقول بشكل صريح واضح دور الجبهة والشبيبة، يعني دور جبهة التحرير كان واضح في المناطق اللي وصلوا فيها مرشحين كتلة الشعب، يعني بفضل مناضلين يعني جبهة التحرير والشبيبة وصلوا هؤلاء إلى قبة المجلس الوطني، هذه حقيقة، يعني لأن أنت شاهدت هذا الشيء، شاهدت حتى في شراء الأصوات في بعض المناطق لم يقدروا يعني بعض العوائل وبعض الشخصيات. الموضوع الآخر اللي أريد أتطرق له وهو ممكن ذكره مسألة المقاطعة، مقاطعة المجلس التأسيسي، بالفعل لو كانت القوة الوطنية مع الملاحظات اللي وضعتها حول عدم الأسباب كثيرة أشاروا فيها، ولكن كانت الوجود اللي هو القوة الوطنية وتحديدا التحرير والشعبية ممكن يكون لهم إسهام كبير في وضع مواد دستورية تكون لصالح المواطنين بما فيها المادة اللي ذكرها اللي حول الترشيح المواطنين، لم تحدد، لو كانوا موجودين ممكن كانوا يحددون نساء ورجالا. الجانب بس بنهي عن حديثي. النقطة الأخرى اللي هي ما يتعلق بمسألة أن وجود اللي هو شخصيات وطنية، أحب أذكر في هذا الجانب الدور اللي لعبه أحد الشخصيات الوطنية وتحديدا جاسم مرن لما وضع مادة دستورية مهمة اللي هو حق السكن للمواطنين، وأصبحت مادة دستورية ما لا توجد في العديد من دساتير البلدان العربية اللي موجودة فيها دساتير هذه المادة، فهذا كان جدا يعني مهم أنا ذاك لوجود شخصيات وطنية داخل المجلس الوطني. شكرا. يعطيك العافية رفيق أبو زوية على المحاضرة جدا، أكيد كل المعلومات مفيدة، وهي جات يعني فكرة الندوة من ضمن سلسلة ندوات يعني طرحت في اللجنة العليا للانتخابات على أساس دراسة تجربة البرلمانات السابقة 73 و2002 إلى آخره للاستفادة منها. طبعا بالخبرة اللي تمتع بها رفيقنا أبو زوية تمنيت لو أن يعني يحدث إسقاطات على الآن المهام الماثلة أمامنا، خصوصا نطرق لنقطة مهمة جدا هي فكرة تكوين كتلة الشعب، يعني أن جبهة التحرير كانت محرك ذاتي ولكن لم تعطي الصبغة الشاملة لجبهة التحرير على كتلة الشعب. نفس الشيء يوم اللي أعلن المنبر التقدمي موقفه بالمشاركة في الانتخابات، أعلن أيضا بأنه يسعى إلى المشاركة في هذه الانتخابات في إطار كتلة وطنية ديمقراطية ضم يعني اتجاهات مختلفة وتطرح البديل للبرامج المطروحة على الساحة سواء رسمية أو من قوى الدينية. الآن من تشكلت اللجنة إلى الآن بدأت سلسلة مشاورات مع جمعيات سياسية وشخصيات وطنية، ويعني مستمرة في هذه قبل أن تبدأ اللجنة تحركها العملي مع هذه القوى. في مثل هذا الظرف رأي رفيقنا يعني محسن مرهون ممكن يكون مفيد جدا، يعني في بلورة يعني تصور حول تشكيل هذه الكتلة. شكرا. شكرا رفيق. أستاذ رضي يطرح فكرة هنيها أن برنامج كتلة الشعب هو برنامج جبهة التحرير،
هذا اللي مكتوب عندي أنا هذا اللي مكتوب عندي ها؟ أنت مكتوب عندي بزيح بس روحة بس. ما دام روحة أوكي. أوكي أقول نحن جبهة التحرير لا ننكر هالمسألة هذه أفلام؟ لا أقول أولا من بادر في تشكيل كتلة الشعب هي جبهة التحرير أفلون صحيح أنا قلت بالبداية أنها لم تستحوذ هذا الفكر اللي يطرحه الحين الأستاذ جليل يعني أفلون إنه البرنامج أن يكون كتلة وطنية وبالتالي كان في عناصر من البعث وعناصر من الناصريين وعناصر من حركة القومية العرب المهم الأساس كان عندنا شنو أنها تكتل وطني أفلون مو تكتل مستحوذة على جبهة التحرير مبادرة ثانيا البرنامج هو برنامج جبهة التحرير الطبيعي فيه لأن من وضع مسودة البرنامج هذا وفكرته ها الرفيق الدوير وعد دوير علو أساسي وقيادي وإلى آخر في جبهة التحرير وبعدين برنامج جبهة التحرير في الأصل ليس برنامجا يدعو إلى قيام المجتمع الاشتراكي والآخري هو من أصل برنامج وطني ديمقراطي في أصله وبالتالي هذه روحه صحيح موجود لا ننكرها يعني ما دحكش ننكرها بعد رفيق أحمد سدد وراك الجليل طبعا في ثلاث اشياء طيبه والكرسي والكرسي معها شيء زين ذي بس احنا بعد لازم نسمع التجربه اللي انت مريتوا فيها التجربه اللي مريتوا فيها يعني حصلتوا الارقاط من كل محل يعني حتى اوادم وطنيين شوفوا اصحابوا دينيين ابقوكم حتى ناس من الجبهة الشعبية موقفوا وياكم يعني ابتديت فهمتنا بعض الأشياء هذه على شخص نستوعب لأن جبهة التحرير المنبر الديمقراطي رايح يدش انتخابات ولازم يستفيدون من الكلام اللي أنت قلته لأن من دخلنا انتخابات ما نبي نصير مهزلة يعني لازم نترابط بعضنا بعض خصوصا في المنبر نترابط بعضنا بعض على أساس إحنا بندش انتخابات ما نبي نصير ويوه قليلة نبي على الأقل هذا المنبر يكون على مستوى البحرين يساري على مستوى البحرين أنت طرحت أشياء قلتها أن الدينيين وقفوا ضدنا أنت قلت أن حتى الشعبيين تنفرقوا عنا ففي هذا الوقت الحين إحنا إيش بنكون لدخلنا انتخابات ما نبي نصير مهزلة حتى ربعنا اللي برا على المنبر نجيبهم احنا نروح لهم وهم يجونا كلنا نصير شعب واحد لاجل الشعب لان احنا بندخل انتخابات لازم انت كاتب من الحين استعداد للانتخابات اللي بتجي شكرا 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 للاستاذ محسن مرهون ابو زويا الصراحة يعني كانت تجربة يعني قيمة وتجربة عظيمة كنا يعني نمتلك الشارع في ذاك الوقت رغم أن الدينيين لهم سيطرة كانت ولكن نحن كنا نشحن الباصات ونروح أيام قانون أمن الدولة أنا شاهد عيان طبعا شاهد في المجلس يعني حضرت يمكن أكثر من 5 أو 6 جلسات في المجلس الوطني ذاك الوقت كنا يعني نوزع البرنامج والملصقات وكذا كان عندي سيارة أوستين لأول مرة أمتلك سيارة نركب فوق سقف السيارة ونلصق على الجدران المهم يعني كانت تجربة يعني حلوة وغنية وكذا أنا عندي سؤال صراحة يقال أن إنهاء التجربة الديمقراطية كان يعني بسبب مطالبة كتلة الشعب
بإنهاء القاعدة البحرية الأمريكية في الجفير، فهل هذا صحيح؟ وبماذا تجب يعني أخ أبو زويا؟ شكرا. شكرا بزويا تناولك تجربة 73 برلمانية. محطة من المحطات، يعني احنا الجماعة ما قصروا، بينوا الجوانب الإيجابية في التجربة. الجانب احد الجانب اللي يعني يعني يؤخذ فيه في قضية ان التجربة كانت جنينية، يعني في 73 كانت تجربة توها في على مستوى البحرين، وأيضا يعني إذا قارنت بتجربة الكويت، تجربة الكويت كانت في 63، يعني فرق بينكم وبينهم كلها يعني سنوات عديدة. في النهاية تعتبر كلها يعني 63-65 بغض النظر، المهم كانت يعني تجربة جنينية على مستوى الخليج. هل تعتبر المطالبة بميزانية الأمير في ذيك الفترة هي مطلب متطرف أو صحيح؟ هاي السؤال. السؤال الثاني في في فيما يتعلق بقضية الإضرابات، بالفعل 36 إضراب في فترة 74، 36 إضراب، يعني كانت إضرابات يعني خيالية. بالفعل انتو قلت ان وقفته ومحاولة تهدئة الشارع ايضا والعدم الانزج والاضرابات بهذا الضخامة. انزين كانت كل المطالب ذي كلها مطالب الهجور، اضرابات 36 كلها مجملها الهجور. انزين كانت في طفرة نفطية، في سيولة. زين انت قلت وقفته ضد رفع الأجور، كانت في طفرة نفطية أصلا. زين وكانت أيضا بإمكانكم أن تقفون ضد ارتفاع الأسعار، فما ممكن أن يكون في تضخم بالطريقة اللي أنتم فكرتوا فيها. ببدأ من آخر المتكلمين الأخ علي الحداد، يعني يقول 36 إضراب، الإحصاءات الرسمية تقول 27 إضراب. الإحصاءات الرسمية أنا أتكلم عنها قبلهم، ويعني ما يحتاج نخوض كثيرا في الموضوع هذا، لأن أنا وجهة نظري طرحتها، قد تكون عندك وجهة نظر تختلف، لكن أنا وجهة نظري طرحتها أنه عملية الإنفليشن، وده كنا احنا اعترضنا من البداية وكنا واعين لهذه المسألة، اعترضنا على هذه الزيادات واتهمنا من خلالها. أفهم؟ لكن أنا إنه رؤيتنا اللي صارت لعبت دور كبير أصلاً في عملية الإضرابات هذه التي أخذت في الأخير ذريعة لأمن الدولة، وثم ذريعة أيضاً لحل مجلس. هذا رأيي نفسه، لن يتغير. بالنسبة إلى يعني القاعدة أحمد منصور، فعلاً إحنا طرحنا الموضوع، وطرحنا الموضوع باعتبار أنه هذا حق شرعي، لأن نطرحه إحنا ممثلين للشعب، ونرى أنه وجود القاعدة وجود نفسه يعني يخلق يعني الاستقلال البحرين وحريتها. أقول أخطأنا أصبنا، يمكن تكون مسألة قاتلة، لكن مو هي بس السبب، مو هي بس السبب. هو الحكومة عللتها في الأخير وقالت إنه هذه ليس تواجد للقوات، وإنما هي مجرد اتفاقيات تسهيل للقواعد لهذه البوالج، وأنها ليست بقاعدة، معناته أنه في مجال الأخذ العطف فيها. السبب مو هذا. أنا أعتقد
يعني ممكن مسألة فاتتني أثناء ما أنا دي، إنه من الأسباب الأساسية أيضا المسألة الإقليمية، يعني الضغط الإقليمي الموجود أيضا على البحرين باعتبار إنه ما يريدون التجارب هذه دي تتوسع في المنطقة، لعب الدور بدليل إنه بعد حل مجلس نحن 76 حلوا مجلس شنو؟ مجلس الأمة بالكويت بعد نحن تقريبا بذات الأسلوب. فالمسألة كانت مسألة إقليمية، مو بس إقليمية طبعا، ومسألة داخلية أيضا، يعني هذا وهذا تضافرت هالظروف هذه كلها. هو أعتقد الذرائع هان لحل المجلس، يعني هذه القناعة على الأقل الأولية اللي عندي أنا، قد تكون في قناعات أخرى في بعشي ها؟ وزارة الميزانية الأمير ها؟ نوقشت أثناء المجلس التأسيسي، نوقشت أثناء المجلس التأسيسي ووضعت لها حلول أو حدود. وحتى أذكر يعني الحقيقة اللي سمعناه واللي أرجوك شوية واللي أعرف أنا أنه الحل الوسط اللي وضعه وضع الأستاذ علي الصالح بتحديد مبلغ بكذا كذا، ثم تم التجاوز إلى آخره. ما أذكر أنا الأعداد الحين والأرقام في التأسيسي في إيه بالضبط في الدستور منصوص عليها، لكن بعدين صور وصلت لها 12 بعد، يعني ما أذكر الأرقام أنا سامحني حتى عمري ما أذكر. لا ما نشكركم على هذا الحضور، نشكر الأخ والأستاذ من عندنا بعد، احنا كلكم ساكتين يعني ترد علينا. لا ما عندي شيء، ما عندي شيء خلاص، مشكورين. تفضل أبو سلمان. أبو زويا، أبو مجيد طرح سؤال من ضمن أسئلة، يمكن صار في تقاطعات من الإخوان بس يمكن فاتك هذا الشيء، إنه عشان نستفيد من تجربتكم في برلمان 73، إحنا في اللجنة الانتخابية نحتاج نسمع رأي على الأقل، يعني بناء على اللي ذكر، بناء على التجربة نفسها والمعايشة في كيفية تشكيل الإطار الوطني أو الكتلة الوطنية اللي إحنا نتكلم عنها الانتخابات القادمة، كوجهة نظر يعني كيف كيفية الاستفادة من تجربة 73 وربما تجارب أخرى بعدين في تشكيل هذه الكتلة، هذا ما أجيب عليه. بس أنا الصراحة يعني في هالعجالة هذه والنمونة ما أستطيع أجاوب على شيء من هالنوع هذا. أولاً الظروف قد اختلفت جداً والواقع اختلف جداً، عارفون ها، والتكتلات والأحزاب الموجودة قد اختلف واقعها. الأول إحنا كنا أحزاب سرية، اليوم إحنا أحزاب علنية وإن لم نسمى أحزاب، عارفون ها، التركيبة الاجتماعية والناس وإلى آخره، نمط تفكيرهم اختلف، نمط العلاقات اختلفت. فأنا في هالعجالة هاي تريدني أستفيد من تلك التجربة الحين وأنا قاعد هالنمونة داخل، لكن عندي استعداد أن أقعد نتناقش في هالمسألة، وإذا تناقشنا أكيد سوف نتبادل الآراء وإلى آخره، ربما نستطيع أن نفيد بعضنا. شكرا أبو زويا ونشكركم على الحضور، نلتقي في ندوات قادمة، مشكورين. أشكر الجميع على حسن الاستماع وأتمنى أن تتكرر هذه الندوات.